عبد المنعم سعودي، أدى الكثير من الأدوار الثانوية في السينما المصرية، كما اشترك في 3 مسلسلات واشتهر بأداء دور المأذون الشرعي، وذلك لملامحه الهادئة حتى حصل على لقب مأذون السينما، كما أدى شخصية القاضي والطبيب، والذي يعتبر واحد من نجوم الظل الذي نتذكر ملامحه جيدا، لكن نادرا ما ستجد أحد يعرف اسمه، كما أن محركات البحث لا تمتلك معلومات كثيرة عنه وقد تكاد معدومة، وذلك مثل حال بقية نجوم الصف الثاني. كانت أولى مشاركات الفنان عبد المنعم سعودي في السينما من خلال فيلم بنت الباشا المديرة عام 1938 مع أسيا داغر وماري كويني، وكان حينها في عمر 34، ويمكن أن نقول أن المسرح هو سبب تأخر دخوله للسينما. وفي العام التالي شارك الفنان عبد المنعم سعودي في فيلم سلفني 3 جنيه مع علي الكسار وبهيجة المهدي، ليختفي بعد ذلك 3 سنوات، ويقال أنه حينها انشغل بالعمل المسرحي، ليعود لمشاركة السينمائية مرة أخرى عام 1942، وقدم في ذلك العام فيلمين وهما رباب مع ماري كويني وأحمد جلال، وفيلم العريس الخامس مع أسيا داغر وحسين رياض. وشهد عام 1968 آخر أعمال الفنان عبد المنعم سعودي، حيث شارك في 3 أفلام وهما أرض النفاق مع فؤاد المهندس وشويكار، وأفراح مع حسن يوسف ونجلاء فتحي، و7 أيام في الجنة مع نجاة الصغيرة وحسن يوسف، بالإضافة إلى مسلسل مفتش المباحث مع محمود المليجي والمخرج حسن الإمام. ووصل رصيد أعمال الفنان عبد المنعم سعودي إلى أكثر من 130 عمل فني أغلبهم في السينما. ففي السينما شارك الفنان عبد المنعم سعودي في عدد كبير من الأفلام السينمائية، وتعاون مع كبار نجوم السينما أبرزهم الفنانة فاتن حمامة والفنان إسماعيل ياسين وغيرهم. وقد تميز الفنان عبد المنعم سعودي في أدوار المأذون والطبيب والقاضي، كما أنه قدم أدوار الشر في عدد قليل من الأفلام، ومنهم فيلم سوق السلاح عام 1960 مع فريد شوقي وهدى سلطان ومحمود المليجي، وقام فيه بأداء دور تاجر المخدرات. ومن أهم أفلامه لعبة الست، اليتيمتين، نادية، غزل البنات، ظلموني الناس، الزوجة السبعة، كأس العذاب، الهوى ملوش دواء، المنزل رقم 13، الأستاذة فاطمة، قطار الليل، بائعة الخبز، الحموات الفاتنات، سمارة، لن أبكي أبدا، رد قلبي، الست نواعم، إسماعيل ياسين في الأسطول، سيدة القصر، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، نهر الحب، حلاق السيدات، السفيرة سعيدة، السبع بنات، ألمز وعبد الحمولي، أجازة نص السنة، ربع العدوية، الحرام، الحب الخالد، أخطر رجل في العالم. وفي الدراما لم يشارك الفنان عبد المنعم سعودي إلا في 3 أعمال درامية طوال مسيرته الفنية، وهما مسلسل مفتش المباحث عام 1968، والحب الكبير عام 1962، والناس يضربون عنتر عام 1967. أما في المسرح فرغم مشاركات الفنان عبد المنعم سعودي المسرحية في بداياته على مسرح جورج أبيض، إلا أنه لم يحالفه الحظ في تصوير أي منهم. رحل الفنان عبد المنعم سعودي عن عالمنا في يوم 20 نوفمبر عام 1968، وذلك عن عمر يناهز 64 عام، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 30 عام. ويذكر أن بعض المواقع الصحفية قد ذكرت أن الفنان عبد المنعم سعودي قد توفى بعد ذلك التاريخ بنحو 4 سنوات، وبالتحديد في عام 1972، ولكن التاريخ الأول هو الأكثر تداولاً.